كثر الطلب أعزائي المشاهدين في هذه الفترة على الكمامات، وذلك بسبب انتشار مرض فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامات في الأسواق. فبعد الطلب عزيزي محمد الكبير على الكمامات الطبية والمعقمات، تسجل العديد من الصيدليات ندرة في توفيرها للمواطن، مما دفع بعض الناس إلى ابتكار طرق لصنع كمامات لاستعمالها. لذا دعونا نتابع كيف يتم صنع الكمامة في هذا المقطع التالي. السلام عليكم. راح تستغربوا تقولوا انه ليش موجودة علبة المحارم هاي وموجودة اللاستيك وخرازة هاي الصغيرة. هلا تشوفوا انتبهوا لهالطريقة. بتعمل بتلفوها 1 2 3 هاي 4 لفيناها. حلو؟ طيب نجي لهون نعمل لها هيك. يعني طريقة كتير بسيطة، وانت في البيت بتحسن تعمل، لانه يوميا بدك انت كمامات، وشفتوا ما شاء الله الكمامات بالفترة هاي يعني دبل اسعارهم خير الله. هاي خلصنا من وحدة، هلأ منجينا لهون للتانية، ايضا كمان بنعملها هيك، كمان بنعطيها خرزة صغيرة. ايضا هي ها تفضلوا، صارت كمامة ولا ما صارت؟ ها هاي انا بحطها، تفضلوا.